وسط تكبيرات العيد أدى مئات الآلاف من المصلين صلاة عيد الأضحى المبارك صباح اليوم الجمعة بمساجد القاهرة والمحافظات. المشهد الكرنفالي المحيط بساحات الصلاة شهد تواجدا واضحا للدعاية السياسية، حيث استغلت الأحزاب الساحات وقامت بالدعاية لبرامجها عبر لافتات وكروت للتهنئة بالعيد. وتصدر حزب الحرية والعدالة المشهد في أكثر من مسجد، خاصة مسجد عمرو بن العاص، حيث قام بتعليق عدد كبير من اللافتات للتهنئة. كما احتلت أحزاب الوفد والمصر الديمقراطي ومصر القوية والعمل أماكن بارزة. لم تحل تحذيرات وزارة الأوقاف من عدم استغلال المساجد في الدعاية السياسية دون ظهور الأحزاب وتمثيلهم بشكل واضح. بعيدا عن استغلال الأحزاب السياسية لأماكن التجمع وحالة الجدل الدائر حول الدستور، يظل المصريون يحافظون على الاحتفال بعيد الأضحى بعيدا عن انتماءاتهم السياسية.